من قلب العاصمة السعودية الرياض، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كورة من الموسم 13 على خليجية، مع تركي العجمة. الخزامة في السنين وتعدي أيام الزمان، وبرق ميلادي هو يبين في ديرتي تشهد على المجد الرمال، والموت وانواع المحال وسيوف وخيول وجبال، سلمان الإمام ومحمد الشهم الهمام، في ديرتي هي فخرنا طول العمر،
السلام عليكم، طابت اوقاتكم بكل خير. احييكم متابعي برنامج كوره الحادي عشر والنصف، موعدكم الثابت والمعتاد لاخر المستجدات في الساحه الكرويه. اليوم في دوري روشن جوله جديده في المنعطف الاخير نحو اللقب او حتى البقاء في هذا الدوري الاهم في المنطقه العربيه. مباريات مثيره وبانتظار ايضا مباريات اكثر اثاره يوم غد، سنتابع تفاصيلها من الان وحتى الساعه الواحده والابرز في هذه العناوين. الاتحاد يتمسك بالصدارة بنقاط أبها ويقترب من تحقيق لقب دوري روشن. الخليج يفرض التعادل الإيجابي على النصر ويعقد مشواره في المنافسة. بهدف أنسيلمو القاتل، الوحدة يتجاوز العدالة ويتقدم خطوة في رحلة البقاء. الفيحاء يطمح بنقاط الفتح لتأمين موقعه، ولقاء الطموحات المختلفة يجمع التعاون والرائد في الديربي. فريق استراتيجية دعم الأندية يعلن نتائج مبادرة الحوكمة للربع الثالث، والهلال والاتفاق والشباب ضمن الفئة الأولى. لجنة الاحتراف تعلن تنفيذ لائحة وكلاء اللاعبين من الفيفا مطلع أكتوبر المقبل. هذه العناوين وهي بحاجة إلى الرأي بالتأكيد في هذه المواضيع. رحب بنجوم كورة أحمد المصبيح، مساك الخير أبو تركي. الله يحييك أستاذ عبد الله، حييك وحيي أبو عبد العزيز وأبو نايف وأبو أمير، وإن شاء الله حلقة جميلة. إن شاء الله أبو عبد العزيز أحمد العقيل، مساك الخير. يا هلا والله وسهلا فيك في الإخوان وفي أمير، وإن شاء الله حلقة جميلة نقدمها سوا. أبو نايف عبد العزيز السويد، مساك الخير. يا هلا ويا مرحبا فيك وفي الأخوة المشاهدين والعزيز الغالي أبو تركي وأبو عبد العزيز وبالتأكيد أبو أميرة. من جدة ايضا كابتن حاتم خيامي، ابو اميره مسك بالخير. مساك الله بالنور حبيبي ابو نور، تحياتي لك بالتاكيد الافاضل الاعزاء ابو تركي وابو عبد العزيز وابو نايف وجمهور كوره دائما ابدا. جميل. اليوم طبعا في الدوري مباريات مثيره نديه، تحديدا فيما يخص الصداره وكذلك الهروب من قاع الترتيب او البحث عن نقاط البقاء. قبل قليل ودعنا مباراه الاتحاد أمام أبها، والتي من خلالها تمسك الاتحاد بصدارة الترتيب واستطاع أيضا أن يعزز آماله وأن يستفيد من تعثر النصر أمام الخليج بالتعادل. بداية موفقة، عودة موفقة للاتحاد بعد مباراة بعد الخسارة من أمام التعاون في المباراة الماضية، أراح نفسه كثيرا بثلاث أهداف في الشوط الأول. ما في شك أنه الاتحاد يعني كانت أمنية أن يتعثر النصر، للأمانة أو من المؤكد أنه تعادل النصر يعني أعطى حافز أكبر، بدليل الاتحاد ودخول المباراة وفرض أسلوبه من خلال الشوط الأول على فريق أبها، يدل عن الاتحاد كان حريص على الظفر بثلاث نقاط، أنه يبتعد بخمس نقاط، والمباريات اللي أمام القادمة يعني ما هي سهلة، ولكن بالنسبة للاتحاد كباحث عن الدوري يعني اعتقد انه خطا خطوه ما تقدر تجزم، باقي اربع مباريات، ولكن السؤال اللي يفرض نفسه بالنسبه لمباريات اليوم النصر، تحدثون اكيد عن النصر الى متى يعني؟ جمهور عظيم ولكن خذلان من اللاعبين، ما تقدر تقول اداره، ولكن يعني احمل يعني اللي صار، طبعا الاداره جزء في الاشياء اللي صارت، ولكن اللاعبين للاسف اذا منافسه وترجع لك المنافسه ويصير فرق بس ثلاث نقاط وتفرط، ما هو استهانه بالخليج، ولكن يعني النصر حير جمهوره، وانا اقوله والله العظيم يعني ما هو من باب الحياد، لكن ما ادري النصر متى بيفوز. طيب بسالك عن الاتحاد وارجع لتفاصيله، العوده هذه بعد الخساره قدام الاتحاد ترجعها الى هالمدرج اللي يحرج لعيبته في كل مباراه، لمدرب يعرف كيف يقرأ، خصوصا أن التشكيلة أول ما طلعت يعني الكثير كان مستغرب من المشاركة بثلاثة مدافعين، ترجعها لروح الفريق اللي شاف أن المنافس تعثر فأصبحت الفرصة أكبر، وما نبغى نوصل لمحطة العام الماضي الحسم يكون في الجولات الأخيرة. وشوف الاتحاد ترى يعني بعد العام الماضي كان فارق بنقاط كثيرة تلوى، لكن ما يمنع نقول الجمهور
رقم واحد جمهور اتحاد وقود النادي في كبواته، جمهور ما هو انهزامي مع النادي في كل ظروفه، ولا الجمهور الاتحاد مو بحاجه لشهادتي. ايضا مدرب الاتحاد مدرب يعني بارع، قدر يخرج بالفريق من الامور النفسيه ويقدم فريق بشكل بتكتيك مختلف، مدرب متمرس يعني، فوجد عناصر امانه، عناصر يعني يتقدمهم روما. دائما اقول روما هو مفتاح انتصارات الاتحاد، والاتحاد فريق كبير ومهر البطوله الى الان هو يعني اتحاد مقدمه، فريق متمكن ومدرب متمكن وجمهور يتمناه كل نادي. جميل. فوز لم يكن قبل ما تبدا المباراه بالحسبان انه يكون سهل، لكن مع بداية المباراة 3 أهداف في الشوط الأول، تروح غرفة الملابس تنفذ التكتيك اللي تبي، تصل حتى إلى أنك في نهاية المباراة تريح اللاعبين اللي أنت حاب تريحهم أو حتى تبغى الجمهور يكرمهم بالتصفيق، وتصل إلى 4 أهداف. شوف اللي صار اليوم في الاتحاد أعزوه إلى حاجتين. الأولى أنه واضح أن المدرب متمكن بشكل كبير من الفريق، متمكن من اللعيبة، محتويهم بشكل كامل. ما اغفل الجانب الاداري او اقول ان الاداره ما قاعده تشتغل، لكن يكفي الاداره انها جابت مثل هالعينه من المدربين. الخساره من التعاون الاسبوع الماضي، الناس كانت تتكلم عن الخساره من التعاون كانها هي من خلاص اعطت النصر الدوري، وهذا مو بصحيح. انت لما تشوف التعاون، التعاون فايز على الهلال وفايز على النصر ومتعادل مع الشباب. التعاون مو فريق بسيط، التعاون فريق قوي وفريق منافس وفريق لو ما الإصابات اللي جته كان وضعه حتى في الجدول غير وضعه الحالي. فخسارة أي فريق اليوم، فريق ينافس، خسارته من التعاون لا تعتبر مفاجأة، بالعكس هذا فيه عدم إنصاف لنادي مثل التعاون. فالتهليل الكبير اللي صار من المنافسين على الاتحاد للبطولة من خسارة الاتحاد من التعاون كان تهليل غير موفق، لأنه التعاون يستطيع أن يكسب أي فريق في السعودية. الفريق مؤسس واشتغلوا عليه إدارته واشتغل على مدرب متميز ولعيبة ممتازين، ففوزهم مو بغريب أنهم يفوزون على حتى بعض التعاطي مع الإعلام أنه الاتحاد بدأ يدخل مرحلة الشك. لو الاتحاد مهزوم من فرق من الستة اللي في آخر الترتيب أو السبعة اللي في آخر الترتيب بجي بقول لك إيه صح، لكن خسر من التعاون. أنا يعني اليوم لما فريق يخسر من التعاون عادي، زي لما تخسر من الشباب من الهلال، فرق التعاون يصنف الآن من الفرق اللي ممكن يفوز على أي فريق. فكان أنا صراحة يعني كنت مستغرب التعاطي من خسارة الاتحاد من التعاون أنها بداية انحدار. لا، الاتحاد لعب ند للند. اليوم التعاون يدخل أي مباراة مع الفرق الكبيرة والفرق المنافسة يلعب 50-50. فخسارة الاتحاد أنا يعني ما كنت مستغرب من التهليل الكبير لها، وأن لا حدث عادي، هو ما خسر من فريق ضعيف. خسر كيف رجع هو بعد هالخسارة؟ أنا أقول لك كيف رجع. هو اليوم اللي سهل عليه المباراة أن فريق أبها لعب ضد العدالة مباراة جدا ممتازة، وحنا ملاحظين السنة هذه ويمكن العام كانت أقل، بس السنة هذه أن أي فريق من الفرق اللي من العاشر وتحت إذا أدى مباراة مع منافس له جدا ممتازة، المباراة اللي بعدها يجيك ينهار. اليوم أنت لو تشوف مباراة الدور الأول، وأذكر كنا موجودين هنا، كنا نقول الاتحاد فلت من أبها، أذكر فيها بلنتي رده قروهي، وقلنا أقل شيء أبها المفروض أنه يطلع بالتعادل من كثر الفرص اللي ردها قروهي في المباراة، أنت 2-1. اليوم الفريق مسلم المباراة. أنا أقول لك الاتحاد لو كان في بداية الموسم أو ما كان عنده هاجس المنافسة على البطولة ينهي مباراة 7-8-9، تنتهي ب7-8. الشوط الأول منتهي 3-0 بأقل مجهود، بأقل مجهود هجوميا أنا أتكلم. أنا يعني ما أخفيك، لما شفت التشكيلة وثلاث سناترة كان في شيء وضع يعني غريب، 3 قلوب دفاع، لأنه بدأ الموسم هو ب3 قلوب دفاع النوني، وبعدين رجع وصار يلعب بال4-4-2 او 4-3-3 ومشى عليها، الان رجع لها مره ثانيه. فكان الوضع غريب يعني بالنسبه لي، ليش رجع في هالوقت؟ لكن انا اقول ان ابها سهل المباراه على الاتحاد، يستحق الفوز. وانا اقول الاتحاد لو ما كان
يعني لو كان يبغى يركز يعني يبغى يشتغل اكثر ما هو مفكر في المباريات اللي بعدها كان يفوز على ابها بنتيجه تاريخيه، لكن هو لما سجل ثلاث اهداف بدا يحاول ينزل الرتم نفس ما تفضلت فيه، يطلع اللعيبه النجوم عنده يريحهم للمباراه القادمه، بدا يفكر فيما هو ابعد، فانتهت المباراه بالنتيجه هذه، ولا النتيجه الطبيعيه تروح لاكثر من اربعه. جميل. خلونا نتابع رباعيه الاتحاد في مرمى ابها ثم نكمل. فريق الاتحاد البرازيلي مشي كرة رومارينو عدي السلام الله لا تلعب مع العقرب لا تلعب مع العقرب لا مجال أمامك للهرب لا مجال أمامك للهرب رومارينو روما سجل روما سجل في الدور الأول سجل في الدور هذه إخراج الكرة بشكل رائع جدا المحاولة مستمرة حمد الله عدى حمد الله في الجول في الجول في الجول خلص حمد الله ومن غيرك يا فتاك ومن غيرك يا غدار ومن لهكذا مواعيد غير عبد الرزاق غير حمد الله يا عميد الدوري بين يديك والعالمية تناديك سجل روما وسجل حمد من هو إلى شرحي لجميل الله الله على الكرة روما ما يضيع مثل هذه الكرات رومارينيو الله العميد يحسمها بالثالث عن طريق العقرب الذي يتوسط النمور عقرب النمور يسجل نعم رومارينيو سادي باي باسي كرة موجودة بالجول الله في طلتك لحن الغرام الضروبي وفي هيبتك هيبة عميد هيبة عميد مبروك للاتحاد إدارة إدارية وفنية للاعبين جمهور كان ملح هذه المباراة في الملعب أو تابع خلف الشاشة هارد لك لأبها إدارة إدارية وفنية لجمهوره ولاعبين اللي في الملعب أو تابعوا خلف الشاشة الهدف المبكر أبو نايف قضى على عامل الوقت اللي كان ممكن يلعب عليه أبها اليوم ويضغط الفريق الاتحادي أم في زاوية ثانية أنه من يثق فيهم الاتحاد نونو سانتوس جمهور الاتحاد كلام عبد الرزاق حمد الله كورنادو روما استشعروا المسؤولية بشكل أكبر فلذلك كان إنتاجهم وعطائهم بشكل واضح أنهم خففوا الحمل على فريقهم من بداية المباراة شوفوا وعلي إحنا دائما نتكلم نقول العمل هو الضامن الفرق اللي لها أساس ولها عمل إذا خسرت ممكن ترجع مرة ثانية بس الفرق اللي تعتمد على نتيجة هي اللي ممكن إذا خسرت ينهار كل شيء عندها نفسيا ومعنويا وتبدأ المشاكل فيها خلاص تصير هشة ما عندها العمق اللي موجود فيها بس أنت تتكلم على نادي الاتحاد حتى مسيرته في الموسم هذا بصراحة أنت جالس تتكلم على فريق من الموسم الماضي عنده تجارب كبيرة ومتجانسين جدا جدا وساعدتهم برضو ترى الإيقاف وأنا كرمي بأول مرة أقولها لك أكثر من مرة أنا قاعد أقول ساعدهم الإيقاف على أنه ما تصير فيه قرارات انفعالية من الإدارة غير ولا شيء لا وبعدين جاب لك مدرب سيطر على الفريق المدرب زرع ثقافة في الفريق الاتحادي أن كل شيء هو الآمر فيه ما حد له علاقة وتجي على حتى الاتحادين يجون على تسلسل الأدوار اللي لعبوها يدرون كيف تعامل مع كورنادو لما انخفض مستواه يدرون كيف تعامل مع روما يدرون كيف عمل مع حمد الله يدرون كيف تعامل مع العبود ومع حمدان الشمراني مع البيشي مع طارق حامد كل الأشياء هذه تثبت لك أنه يقول أنا المسيطر في نادي الاتحاد
انا اللي ثقافتي هي اللي انا احطها في نادي الاتحاد. هذا قولا واحدا. الشيء الثاني لما تجي على اللي قاعد يصير تقول ان الدوري يبغى الاتحاد. بس احنا نقول هل الاتحاد يبيه ولا ما يبيه؟ ولا الدوري يبيك؟ تجي على مباراة الشباب والسيناريو اللي صار فيها تقول هذا يبيك. تجي على مباراة التعاون مثلا واللي صار وتجي بعدها على قرارات المنافس اللي قاعد يساعدك على تحقيق منجزك. يعني ترى على فكرة في بعض الانتصارات مو هو يعني اوكي انت عندك فريق ولكن في بعض القرارات من المنافسين تضعفهم تخليك انت تصير حتى في المعارك. انت مو بانتصرت بخطتك الذكيه لا، ولكن هناك قرار كارثي خلاك انت تفوز او تنتصر. لذلك لما تلعب مع فرق المنافس او نقول منافس لك ما عنده مدرب بالتاكيد هذا من صالحك اللي قاعد يصير. ولما قلت انا واكررها مره ثانيه اذا النصر فاز في المباريات القادمه على فكره حتى بعد ما راح من الفيحاء قلت اذا فاز في المباريات الجايه هذا الاعجاز. هذا مخالف لنوامس كرة القدم انك تقعد تفوز بدون مدرب. فلذلك نادي الاتحاد بصراحة اليوم حتى في طريقة لعبه ممكن أوامير يفصل فيها كثير استدرج نادي الأبها لما انا العب بالكرات القصيرة والهجمات العكسية والتحركات واللامركزية واشوف نونو كيف خلى حمد الله من ضمن المجموعة يخدم المجموعة في اكثر من كرة لما نشوف الفاول وكيف عمل وكيف طريقة التكتيك اللي صارت فيها ولما أشوف تحركاته ولما أشوف ضربة الجزاء ونحن نعرف حمد الله أي مهاجم أناني لما أشوف كرة القدم أو يشوف الكرة يبغى يسجلها وتشوفه يعطيها الصيعري كل الأشياء هذه تعطيك الانطباعات اللي قاعدة تصير في نادي الاتحاد. ففعلا نادي الاتحاد هدفهم واحد إضافة لذلك بصراحة عنده جمهور يعني عنده جمهور وانا اقولها واكررها يخلي اللي ما عنده دم يصير عنده دم اللي ما يستحي يصير يستحي اللي زي ما يقولون ما تمرن صح ولا نام كويس ينكشف في المباراة هذه من الشغل اللي قاعد يصير. لذلك لما يجي مدرب فعلا ويجي مباراة التعاون ويشوف المساحات اللي بين قلوب الدفاع ويجي يغيرها ويلعبها بثلاث مدافعين ومن بعدين يبدا الهجمه من الخلف وكور طويله ومساحات هنا تقول والله لا في مدرب وفي لاعبين صار هو يتحكم فيهم زي خلينا نقول يد طيب السوني. بس انا عشان اوضح لك هو عشان عبد الرزاق كان طالع والصيعري هو اللي نفذ لك مي بهذه نقطتي. انا اتكلم في مثل هذه الظروف تتخسر من التعاون تتذكر الموسم الماضي الطبيعي انه يصير والله عندك ارتباك الطبيعي انك تشوف بعض اللاعبين عندهم تسرع الطبيعي انك تشوف بعض اللاعبين تصرفاته ما هي تصرفاتها في المباريات الماضيه. لما ينزل هذا الفريق حافظ التكتيك منفذه بشكل جيد يسجل من البدايه ما عنده خوف من هالمباراه او حتى من تكرار السيناريو هذا العمل اداري فني اللاعبين استوعبوا الجمهور هذا قاعد يدعمك نعم لكن ممكن اذا ما وظفته بشكل صحيح ممكن انت تخاف اكثر يعني. لا هي 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 المجموعه كلها المنظومه كلها امنت بالمدرب هذا قررت المدرب هذا. احنا نعرف لما في البدايه كيف كان الهجوم الاعلامي على 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 نونو كيف قراراته وكيف افكاره ومع ذلك جالس ينفذها ويطلع. انت عارف يا عبد الله الان الى الجوله هذه وصل نادي الاتحاد في نسبة استثمار 56% وصل لنادي النصر كان من أول أضعف الفرق الأربعة الآن من أفضل الفرق في استثمار الفرص حتى فرصه يعني في مباراة التعاون اللي خسر فيها ممكن من أكثر مباراة يضيع فيها مباراة فرص. صنع فيها الاتحاد فرص أحسنت. فلذلك أنت لما تجيب لما المنظومة كلها تثق في المدرب هذا والمدرب هذا حتى في قراراته يكون هي الصائبة والمدرب والجمهور والمنظومة الإدارية تدعم قرارات المدرب بالتاكيد راح تطلع عندك المنتج هذا. ولما قلت لك معليش شكرا على التصحيح لك برضو في اكثر من مباراه المفروض يسددها حمد الله يسددها روما صحيح فيها. فلذلك هي الفكره وش اللي ابغى اصل لها انا ابغى اصل لها اذا انت مسكت اللاعب وخليته يخدم المجموعه دخلته في مخه العقليه هذه خليت اللاعب انت على فكره كورنادو اغلب المباريات كان هو يبدا في البنايه لاعب محور مع هنري يلعب محور مع طارق حامد في مباريات كثيره. اليوم مثلا قدم صانع لعب رقم 10 مطور هجمات وشوف كيف قدم
مستواه. حمد الله من متى وهو يضغط ويرجع لورا؟ نفس حكاية روما، يعني كانوا في لاعبين هذول كلهم على جنب، وشوف مد الله العيان ايش قاعد تسوي. لذلك انت لما تيجي التوظيف هذا والروح اللي تجي واحساس اللاعب في المنظومه هذه بالعداله، ترى مهمه جدا برضه. اللاعب الافضل هو اللي جالس، هو اللي جالس يلعب. انا مؤمن ايمان كامل كلاعب ان اللي يطلعني ويدخلني ويقيمني المدرب هذا، هو اللي يعطيني العقوبات المدرب هذا. كل الاشياء هذه على فكره لما تصير طلع لنا المنتج الاتحادي. لذلك لما الاتحاد تجي هزات في السابق لا تلقى كل شيء يتغير فيه، الان لا، في واحد عنده خلينا نقول الاحصاءات والاعداد والمعدين اللي عنده، لا بدنيين ولا معدين في الذكاء الاصطناعي، يعرفون فريقك وش الاخطاء اللي عندك. وبرضه زي ما قلت لك انا ساعده منافسين، خلينا نقول ان عندهم يعني ما يعني بالعامية يفوحون بسرعة، يعني على طول ما عندهم العمق اللي قاعد يصير. النتيجة هي الضامن لعملهم. لا، أنا دائما أقول العمل وأكرر، العمل هو الضامن دائما في الأندية الكبيرة. جميل، بالتأكيد مثل هذا الانتصار وهذه الروح الاتحادية والجمال في المدرج بحاجة إلى لمسات فريق أعداد كورة، لذلك نتابع المباراة بأهدافها وجمالها من زاوية فريق الأعداد. في جوهرة المشعة ووسط حضور جماهيري عريض، ولحساب الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين، تفنن الاتحاد في تمسكه بالصدارة حين أكرم ضيفه أبها بمهرجان تهديفي. 12 دقيقة تمضي وابن السامبا رومارينهو يهز الشباك الأبهوية. عشر دقائق أخرى ويتمكن حمد الله من استغلال خروج ديفيد إيباسي غير المبرر، ويريح جماهير العميد بهدف ثاني. خلص حمد الله، ومن غيرك؟ بمعدل هدف لكل 10 دقائق، روما ينسل بين دفاعات الضيوف ويسجل الهدف الثالث للنمور. الله 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 الله، العميد. شوط أول ينتهي بتسيد الاتحاد طولاً وعرضاً، أداءً ونتيجة. شوط ثانٍ استمرت فيه السيطرة الصفراء على مجريات اللقاء، تهديدات من كل حدب وصوب وتسديدات تناوب عليها نجوم العميد تنتهي خطورتها في قفاز إيباسي، والهدف يحضر من علامة الجزاء بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو إثر إعاقة لمد الله العليان داخل المنطقة المحظورة، والصيعري يتكفل برابع الأهداف. إيباسي، كرة موجودة بالجول. الله. فوز أصفر جدد فيه الاتحاد تمسكه بالصدارة بعد أن وصل للنقطة 62، بينما بقي أبها على رصيده السابق ب30 نقطة في المركز العاشر. في الجولة 27 يحل الاتحاد ضيفاً على الهلال، فيما يستضيف أبها فريق الاتفاق.
بهذه الرباعية وهذا الجمال. أبو أمير اسمح لي بس أروح فاصل وبعدها نأخذ وجهة نظرك. فاصل قصير ثم نكمل تكرمي بالبقايا معنا. الاتحاد يتمسك بالصدارة بنقاط أبهى ويقترب من تحقيق لقب دوري روشن. الخليج يفرض التعادل الإيجابي على النصر ويعقد مشواره في المنافسة. بهدف أنسيلمو القاتل الوحدة يتجاوز العدالة ويتقدم خطوة في رحلة البقاء. الفيحاء يطمح بنقاط الفتح لتأمين موقعه، ولقاء الطموحات المختلفة يجمع التعاون والرائد في الديربي. فريق استراتيجية دعم الأندية يعلن نتائج مبادرة الحوكمة للربع الثالث، والهلال والاتفاق والشباب ضمن الفئة الأولى. لجنة الاحتراف تعلن تنفيذ لائحة وكلاء اللاعبين من الفيفا مطلع أكتوبر المقبل. أحييكم متابعينا في الجزء الثاني من البرنامج. الحديث يستمر رفقة ضيوف كرة في هذا المساء، أحمد المصيبيح، أحمد العقيل، عبد العزيز السويد هنا في الرياض، ومن جدة حاتم خيمي. أبو أميرة، تعليقا على المباراة بشكل كامل، وخلينا أيضا نأخذ جزئية أن تحضر مدرب ذو قيمة فنية عالية له تاريخ وتصل معه إلى هذه، لا نعلم الاتحاد سيحقق أو لا، لكنه الأقرب الآن، تشاهده في مثل هذه الظروف يعيد الفريق بشكل كامل، يستفيد من كل نجوم الفريق، كل لعيبة الاتحاد أعتقد أخذوا الفرصة، وكل لعيبة الاتحاد استطاع أن يعيد اكتشافهم من جديد ويخليهم نجوم قدام المدرج ونجوم في الكرة السعودية. سؤالك من حيث أردت أن أبدأ بصراحة، يمكن أمس أول أمس كنا نتكلم على المدربين، تذكر يا بنورة؟ صحيح. هذا المدرب أتمنى من الاتحاد السعودي أن أشكر من أحضره للكرة السعودية، لأن هذا المدرب ما يفيد الاتحاد فقط، يفيد الكرة السعودية، يفيد المدربين عندنا، قاعد يقدم كورس تدريبي على أعلى مستوى على مدربينا الآن الشباب، يتعلم من هذا الرجل تكتيك يغير وفكر. الآن حنتكلم في أشياء عملها، يعني الرجل هذا وأنمار الحائلي بصراحة يستحق بصراحة، يعني إحضارهم لهذا المدرب للفريق ككل عناصر، وهذا المدرب تحديدا. وأذكر أخي أنمار الحائلي لما أحضر هذا المدرب كلمته قلت له أنت جبت مدرب من الآخر، جبت الضالة حقت الاتحاد، وبالفعل الحمد لله نظرتنا ما خابت، هذا المدرب قاعد نتفرج قاعد يعلمنا كلنا بصراحة. إحنا مش مدربين لكن قاعد نتعلم، عشان نتكلم في أمور تكتيكية هذا المدرب قاعد يعمل أشياء وحقولها الآن. الاتحاد يعني صحيح لسه باقي على الدوري، ولكن بصراحة هو الأحق بالدوري، مباريات على مستوى، روح عالية، جمهور، نتكلم العالم كله يتحدث عن جمهور بروسيا دورتموند، في العرب جمهور الاتحاد سبحان الله نفس اللونين أسود وأبيض، أسود وأصفر، وبالتالي اكتملت العناصر كلها هذا الموسم، إدارة رائعة، الجمهور طبعا دائما موجود، لاعبين اختيارات على مستوى عالي، جهاز فني على مستوى عالي كلها، وبالتالي حصلوا على السوبر في طريقهم للدوري بصراحة، وتمثيل للكرة السعودية في كأس العالم للأندية يستحقوا بكل جدارة. مباراة اليوم اللي عملوا اليوم نونو سانتو لما لعب بثلاثة، طبعا كلنا نتكلم عن الإرهاق اللي في فريق الاتحادي المباراة الأخيرة، عضلات شفنا حتى اللاعبين في آخر المباراة بيتعبوا، هذا واحد. اثنين، كان في نجوم الفريق روما وكورنادو في المباراة الأخيرة في هبوط في المستوى، الهبوط سببه بدني أكثر. إيش عمل المدرب اليوم؟ عشان أوريك الشغل، لعب بثلاثة. طبعا كثير استغربوا اليوم، يمكن عبد العزيز بيتكلم على هذه النقطة، وبالمناسبة جملة ذكرها أبو نايف رائع والله كاتبها استدرج أبها حنتكلم فيها. لعب بثلاثة، أول شيء خلى الأطراف هم يمسكوا الخط الأطراف، وشوفنا اليوم مدلة ما شاء الله كيف يقدم مستوى رائع،
كورنادو وروما المسافات كانت في المباراة السابقة طويلة عليهم دفاعا وهجوما، مسافات كبيرة بيقطعوها في المباراة. اليوم قلل المسافات هذه، روما أصبح أقرب لحمد الله، كورنادو دخل في نصف وسط الملعب. علاوة على المسافات والجهد البدني، كورنادو في المكان المحبب لكورنادو اللي يصنع منه، يمكن هدف حمد الله هو اللي لعب الكرة بصورة ولا أروع. طبعا في هدف من كرة ثابتة، هدف روما الأول رائع أيضا، لكن نتكلم على الكرة المتحركة. هذا كله اللي بنتكلمه الآن مين يفكر فيه؟ هذا لازم واحد داهية، واحد مش سهل. شوف حتى المباراة ما شاء الله اليوم روما مرتاح، كورنادو مرتاح، الثلاثة قلوب الدفاع وأمامهم محورين طارق حامد وهنريكي. حتى لو تلاحظ اليوم هنريكي بيكمل في 18 في نقطة، لأنه في ثلاثة وراء وفي لاعب آخر جنبه، وبالتالي تحرر الفريق، المسافات أصبحت أقل. أبها تم استدراجه بالتأكيد، وهم أيضا مستدرجين يمكن من تكتيك المدرب. أستغرب فريق لاعب الاتحاد يعطيه المفتاح الفوز الذي المحبب للاتحاد، تضغط عليهم من الأمام ضغط عالي، الاتحاد يبغاك تعال أضغط واستحوذ، يسوي فيها فريق كويس وألعب هجمات مرتدة على أعلى مستوى. شفنا أهداف اليوم كيف مساحات الاتحاد يتمناها، اليوم أبها قدمها على طبق من ذهب للفريق الاتحادي. هذا العمل كله بصراحة مدرب كبير بالتأكيد. النقاط اللي ذكرناها دي كلها سهلة بالكلام، لكن بالعمل بالتأكيد في مدرب، في لاعبين بتناغبوا مع المدرب، بيسمعوا للمدرب، في سيطرة على الفريق. آخر نقطة يمكن ذكرتها يا أبو نور أنت، نقطة جدا مهمة، استذكار الموسم الماضي واللي حصل للاتحاد لما خسروا الدوري في نهاية الدوري، خسارة التعاون. اليوم اللي حصل فور ثلث ساعة تقريبا 3-0، هذا الإيش؟ إعداد نفسي على مستوى إعداد النفسي، إداري وفني، جهاز فني وإداري، باين جدا الإعداد النفسي، إنك تخرج الفريق سريعا وخلص المباراة في ربع ساعة ثلث ساعة، هذه بالتأكيد في إعداد نفسي على أعلى مستوى. لهذا نقول الاتحاد بصراحة يستحق هذا الموسم أن يكون الفريق الأفضل. مبروك الاتحاد، هارد لك لأبها. جميل، مبروك للاتحاد مرة ثانية، هارد لك لفريق أبها. في المباراة الثانية اللي سبقت هذه المباراة في سباق الصدارة، استطاع الخليج أن يفرض التعادل على النصر هنا في الرياض في ملعب الأول بارك بهدف لمثله. سيناريو المباراة وتفاصيلها في التقرير القادم. تعادل النصر والخليج بهدف لكل منهما في اللقاء الذي شهده ملعب الأول بارك في افتتاح منافسات المرحلة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين. لم تمضي سوى 3 دقائق من انطلاقة الشوط الأول إلا وفابيو مارتينيز يفتتح التسجيل للخليج بعد كرة متبادلة مع موراتو جعلته في مواجهة مع حارس النصر أوغستين روسي، سددها على يساره هدفاً أولاً للضيوف. وسجل فعلا مبكر وبدري، الله يا فابيو مارتينيز، الله لسه ما كملت كلامي، القادم مسيحات، كأنه يقول هيهات هيهات. شوف التقدم، كرة خذوهات رائعة، دفاع يتفرج، الكرة توضع في سهولة في شباك أوغستين روسي، إنه برتغالي يا كريستيانو. شعر النصراويون بخطورة الموقف فهجموا في محاولة للتعديل، وسنحت فرصة عبر عرضية من صليهم أمام المرمى ولكن لم تستثمر كما يجب، ومن خطأ نفذه عبد الرحمن غريب يتمكن النصر من التعديل برأسية من ألفارو غونزاليس. الأول بارك هذا هو الصوت. بعد الهدف ضغط أصحاب الأرض بحثاً عن إحراز هدف آخر، وسدد جوستافو يسارية قوية تصدى لها مروان الحيدري بصعوبة
وتسديدة أخرى من رونالدو يبدأ الحيدري في التصدي لها وتحويلها لضربة زاوية. أصلام يجرب حظه بتسديدة تعتلي العارضة بقليل. وأرسل علي لجامي كرة طويلة لعبد الرحمن غريب، لكن مروان الحيدري وصل تألقه وأنقذ الموقف بخروج موفق. وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول كاد أندري بوكو أن يسجل هدفاً آخراً للخليج، إلا أن أوغستين روسي تمكن وبصعوبة بالغة من إنقاذ النصر في اللحظة المناسبة. واصل النصر سيطرته في الشوط الثاني، هاجم بضراوة رغبة في الوصول للشباك، فرصة لغوستافو لويس وتسديدة يتصدى لها الحيدري يتابعها رونالدو في الشباك، ولكن حالة التسلل تلغي الفرحة النصراوية. يرد فابيو مارتينيز بتسديدة تنتهي الكرة بين أحضان أوغستين روسي. وجراء الضغط النصراوي يخطئ مروان الحيدري في كرة تصل لرونالدو يمرر لغريب يسددها الأخير لخارج المرمى. محاولة أخرى من رونالدو بعد أن تلاعب بالدفاع وسدد، ولكن بجوار القائم الأيسر لمرمى الخليج. علي لاجامي يرسل كرة طويلة يقابلها أيمن يحيى برأسية تقف العرض الخلجاوية دون ولوجها للشباك. رأسية أخرى من محمد مران ترتطم بالدفاع تصل سهلة للحيدري. وجهز رونالدو كرة برأسه لعبد الإله العمري أمام المرمى يسددها ضعيفة لخارج المرمى. آخر الكرات النصراوية الخطرة كانت بتسديدة من تاليسكا، ولكنها تخطئ طريق الشباك. أطلق بعد ذلك حكم اللقاء ماجد الشمراني صافرته معلنا نهايتها بتعادل الفريقين إيجابيا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة 57 في وصافة الترتيب، أما الخليج فبلغ النقطة 24 في المقعد 14. وسيواجه النصر في الجولة المقبلة فريق الطائي في حائل، أما الخليج فسيستقبل شقيقه التعاون في الدمام. نقطة للنصر وأخرى للخليج. لم يستفد النصر من تعثر الاتحاد في الجولة الماضية، كنا نتوقع أن يكون الأداء أكثر بحثاً عن الانتصار من ما شاهدناه اليوم. الخليج أيضاً لم يرمي المنديل وهو يلعب أمام النصر، استطاع أن يظفر بنقطة. أولاً الخليج أرسل رسالة اللي شكك للأسف أن الخليج تمرن في ملعب النصر، أنا ما أحب هالطرح بصراحة، يعني يجب أن نرتقي ونكون أكثر ثقة بأنديتنا ومسيرين الرياضة. كما حال وحدة تمرن في ملعب النصر وفاز على النصر، هذه نقطة. النقطة الثانية، الزملاء تحدثوا عن المدربين ودور مدرب الاتحاد. أيضاً الفرق أحيانا بحاجة للعيبة مقاتلين، الاتحاد أفضل فريق سعودي يملك لعيبة مقاتلين، بدأ من حارس المرمى حجازي، شراحيل اللي تأثر حجازي، المحاور نركي، والثاني طارق حامد تحس فيه حتى تأثر فيهم مد الله وما كمل مع الاتحاد. في لعيبة مقاتلين، المدرب له دور وكذا، ولكن أيضا المدرب له دور أنه كان يأخذ، يعني يقدر يعطي، يعني يعطي اللاعب مساحة أنه يعطي كل ما عنده، ولكن في لعيبة تساعد المدرب تقود الفريق للنهوض. النصر أنا اللي كان لا يعجبني ولا زال يعجبني طبعا، لكن ما أدري وش ظروف اللاعب عبد الله العمري، هو الوحيد اللي يملك أنه لاعب مقاتل ولاعب، ولكن في ظروف معينة غامضة أبتعد، أصبح بديل في الدقيقة 85. فهناك مشكلة، يجب أن يكون في كل فريق لعيبة يمنحون الثقة، هي آلية عمل، كيف تزرع في الثقة في اللاعب، كيف تخلي قاتل. طارق حامد كان لاعب سيء ويطرد، وتوقع الناس في أول فترة نبينها، حول منه من لاعب مقاتل ولكن مفيد للفريق. هنريك نفس الشيء قالوا بيستغنون عنه. فإحنا بحاجة في الأنديتنا وفرقنا إلى لعيب مقاتلين. الهلال الوحيد اللي أشوفه مقاتل ولاعب الكوري، البقية مع كامل كان ياسر الشهراني هو حامل اللواء البقية. فأنا أقول، أعود وأكرر، أنه ترى كرة القدم هو بس نصب المدح، يعني كل المدح للمدرب، لا، في عوامل، في لعيبة تساعد. اليوم النصر يعني شفت صراحة في فرص ضائعة، ولكن لو النصر مستقر فنيا والعناصر زي ما هو حال الاتحاد، مع كامل تقدير واحترامي للخليج، ما هو الند للنصر، ولكن النصر ما هو معاناته اليوم مباراة الخليج، معاناته سنوات الأخيرة أو خلينا في هالموسم فريق بدون مدرب. قال أبو نايف أسوأ شيء أنك تدخل مدرب قاعد، يعني فرق سنية، فريق يطمح دوري، فريق عنده عناصر يعني تأهله، من وصل تاليسكا لهالمستوى؟ تاليسكا اللي كان رعب الفرق الخصم
الآن كل أكثر انتقادات توجه لتاليسكا، يا جماعة مو ذنب تاليسكا ولا رونالدو ولا غيره، منظومة العمل، طريقة الفريق، يعني هي من أوصلت عدة عوامل اللي أوصل الاتحاد للقمة. هم في النصر لا، أعادوه للوصافة ويعني وبددوا أحلام الجمهور النصراوي اللي أنا أنه مغلوب على أمره. النصر بحاجة إلى إدارة بقرار واحد، إلى مدرب يعني يمنح الصلاحية كما هو، يعني بالعربي كنا يوم من الأيام نقول استفيدوا من الهلال، الآن استفيدوا من الاتحاد، عشان ما يقول مسألة استفيدوا من الاتحاد، طريقة تعاملهم، إحضار مدرب، إعطاء الثقة، إبعاد الشرفيين عن التدخلات. يعني بصراحة النصر أنا والله العظيم أشفق لحال جمهوره، لأنه جمهوره كررها جمهور عظيم، جمهور في الموعد، ولكن للأسف يصدم بإدارات، يصدم بقرارات، يصدم بلعيبة بعضهم للأسف يعني حتى ما يساعد الفريق. أبو أميرة بسألك فنيا في هالمباراة، هل بيدرو فاجأ النصر بأنه يلعب مباراة مفتوحة يهاجم من البداية، أول فرصة تصنع له هدف، لم يرجع إلى 18 ويحاول أنه يلعب على الهجمة المرتدة؟ نعم، تحدثنا على الاتحاد أنه في مدرب، النصر ما في مدرب، وبالتالي هذا الفوضى التكتيكية اللي بتشوفها في الملعب، وبيدرو بالتأكيد شاهد النصر في المباراة الأخيرة ولهذا تجرأ ولعب مباراة شبه مفتوحة وهاجم وكان شجاع صراحة، رغم أنه يلعب خارج أرضه وأمام فريق كبير مثل اسم كبير النصر، مش سهل النصر، صحيح احنا بنتكلم عن فوضى فنية وفوضى إدارية ممكن، لكن في الملعب الآن النصر مش الفريق القوي، فريق عادي جدا، المستوى اللي يقدمه فريق النصر من فرق الوسط، فريق تتفرج على المباراة ما في أي فكر تكتيكي لمدرب، ما في مدرب. لما نقول ما في مدرب، احنا كنا مثلا عشان الناس يقول لك انتوا كنتوا تنتقدوا غارسيا، صحيح نقول غارسيا في اشياء كان مميز وفي اشياء كان في عنده مشاكل، لكن الفريق كان في فريق، في شكل للفريق، في تغييرات احيانا تغير في الفريق. الان النصر تفرج المباراه، سير المباراه من البدايه فوضى، تغييرات فوضى، تحس بس بينزل لاعبين، هذا كله بسبب قرار اداري كان خاطئ جدا جدا، قرار يعني مفصلي في ضياع فريق النصراوي هذا الموسم. اللي عمله بيدرو بالتأكيد يحسب له اليوم، شفنا حتى طلوع الكورة من الفريق الخلجاوي، لو في لقطات كثيرة صراحة يعني أثارت الإعجاب، بيطلعوا بالكورة واحد اثنين ثلاثة، بيطلعوا من بين لاعبين النصر. ذكر أبو تركي اللاعبين قبل شوية نقطة جدا مهمة، صحيح وهي الاعداد النفسي اللي بنتكلم فيه، النصر من بدايه الموسم الاعداد النفسي صفر حتى بوجود غارسيا في المباريات القويه. الان النصر اليوم مباراه اليوم بعد خساره الهلال اصبحت بطل الدوري يصل الى كاس العالم، كيف كنت تتوقع اداء لاعب النصر اليوم؟ هنا تعرف انه في فراغ اداري، وفي اللاعبين طبعا يلاموا اللاعبين بالتاكيد، ولكن من خلف اللاعبين دائما يقول لك فتش عن الاداره، اداره فنيه واداره اداريه. طبعا هنا الشكل اللي شفناه لاعبي النصر اليوم برود عجيب، ولكنك بتلعب على دوري ويوصلك لكاس العالم للانديه، النصر العالمي الملقب بالعالمي، اول فريق وصل لكاس العالم، هذا فرصه لكم الان، جاتكم بعد خساره الاتحاد، عدتوا للدوري مره اخرى، هذه رده الفعل تؤكد لك انه في مشاكل كثيرة فنية وإدارية في الفريق النصراوي. نقطة مهمة جدا، في النصر في مشكلة، مهما وصل اللاعب لمرحلة نجومية عندك في الفريق لا تشعروا أنه أكبر من الفريق، حصلت مع حمد الله قبل كذا، بدأ يسافر ويروح ويجي، الآن مع تاليسكا شوش بيسوي تاليسكا؟ شوف المستوى اللي قدمه تاليسكا، قاعد يتمشى في الملعب، ما في أي أداء، ما في أي شيء. شوف التكتيك وشكل الفريق يعني بعض العذر لتاليسكا ورونالدو، ما في بيجروا الكوره يعني رونالدو تحديدا لو تلاحظ يجري يبغى يجيب الكوره ما في احد يباصيهم اصلا، تاليسكا ما بيحاول حتى، يعني تاليسكا تفرج عليه حتى ما بيحاول انه يجري ويمسك الكوره، كنترول كتاليسكا اللي كنا نتغنى فيه، لاحظ في كم كوره تجيله يمكن لو عمل كنترول صح انفرد ويسجل، حتى الكنترول ضايع من تاليسكا، هذا معناه انه اللاعب شارد الذهن. كل هذه عوامل خارج الملعب أثرت على الأداء داخل الملعب. برافو الخليج، أداء رائع
عمل منظم، الفريق تحسن بصورة كبيرة جدا. الفريق النصراوي بهذا الشكل صعب جدا أنه يكمل المنافسة على الدوري. جميل، شاركنا في هذه المباراة، ولكن بعد الفاصل تكرموا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد متابعينا، نكمل فيما بدأنا قبل الفاصل من التعادل اللي صار اليوم في مباراة النصر والخليج. هل أبو نايف ناخذ هالمباراة كمباراة مستقلة فيها فرص ضاعت، فيها سوء إدارة من المدير الفني، ولا نقول لا هي ضمن سلسلة حدثت للنصر بعد إقالة كارسي؟ شوفوا أبو علي، أنا دائما أردد كلمة للرمز الله يغفر له رحمة الله سعود، لما يقول لما أتفق معك في نقطة مو معناه أني متفق معك في كل النقاط، ولما أختلف معك في نقطة مو معناه أني مختلف معك في كل النقاط. والمنهجية أصلا تكون واحدة، يعني أنت عندك منهجية وعندك مبادئ وقناعات تمسكها بس وتركبها على الحالات اللي قاعدة تصير عندك. يعني أنا مثلا من دعاة الاستقرار، الانسجام، أن الشغلة تصير على حسب معطيات القضية، قضية عمق، أنك تشخص المشكلة بعدين تشوف لك الحل. أما لما تجي فجأة كذا، يعني زي ما يقولون، أنا بالنسبة لي يعني لما أجي أقول مثلا والله جارسيا في المباراة هذه ما صلح صح، مو معناها أنها قيلوه، تتكلم على مباراة صح، تتكلم على نتيجة مباراة. ولو تشوف العالم كل الفرق تنهزم، بس احنا الاشكاليه اللي عندنا زي ما اقول لك ضامن النتيجه، الاشكاليه اللي عندنا لا لازم ما نفوز ولا مره. لذلك انا اتحدى احد، الحين اتحدى احد، خلينا نقول من عشاء يجي يقنعني سبب اقاله غارسيا. وش السبب؟ تعادل. يعني شفت اقاله غارسيا هي اللي خلت الحين الوحده ويستحق انه هو اللي يلعب النهائي. بيلعب في النهائي. اقاله غارسيا هي اللي خلت الان الفريق حتى لو تجيه الفرص ما يقدر. إقالة غارسيا هي اللي شفتها في المباراة اليوم، غزارة في الإنتاج وسوء في التصريف. يعني عندك غزارة هجمات ولكن فوضى، يعني يتصادمون اللاعبين. يعني لما تجي للاتحاد اليوم 4 فرص 4 أهداف انتهى الموضوع قفل. لما تجي هنا تلاقيها مثلا 50 أو 20 فرصة 21 تسديدة 8 ركنيات، ولكن تلاقي اللاعبين يعني فوسط ما حد يدري، يعني الفوضى قاعده تعم فوسط الملعب، كل يركض واللي يدخل. شوف شلون، يعني حتى التغييرات الاخيره قسم بالله تذكرت تغييرات التسعينات الميلاديه، انك والله اذا خسرت نزل المهاجمين كلهم عندك. طيب يعني زي ما احنا تحدثنا، طيب تغير لي الفارو سنتر بسنتر ليه؟ يعني وش العبقري؟ لذلك انا بالنسبه لي خليني اقول ما راح اتحدث عن المدرب. المدرب ما له علاقه. يعني ممكن تتكلم على بعد مباراة مثلا الاتحاد تقول والله نونو سوى وعمل وغلط في الشيء هذا، تروح حتى المدرب اصلا مستحيل يحدث التغيير. المدرب الان انا بس هي 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 دروس مستفادة. احنا نقول للي قرر وبارك وألب وجيش على غارسيا، عرفت؟ شوف ايش سويتها فيه بس خلال 7 جولات، ايش قاعد تسوي؟ يعني شغلك اللي من بداية الموسم حتى آخر شيء، شوف ايش قاعد يصير الآن. أنا ودي بس هو بينه وبين نفسه، يعني أنا ما أعرفه والله بصراحة، بس تفرج على المراية وش سويت أنت بناء على إيه سويت الحركة هذه؟ أنت يعني وش الفكرة اللي خلتك تسوي الشيء هذا؟ طيب خلنا نقول الله اللاعب ما يبونه، يعني لازم أجي، يعني هي ما هي بقضية، هي خلينا نقول جمعية ولا لازم في حب؟ يا جعلهم ما يحبون بعض، أنا أبغى عمل، أنا أبغى جايب مدرب عشان تنفذ كلام لاعب، أو اللاعب ينفذ كلام مدرب، وفي انضباط. والمفروض ما تكون يعني الدرجة هذه، العمل هو الضامن عندي، أنت جاي تشتغل مو جاي أنا راعيك. والله يتكلم علي، قال لي، حطمني، حتى الآن الحين قاعد تلعب في وسط الملعب ما حد عندك، ومع ذلك ما قدمت شيء ولا راح تقدم شيء. شوف النصر اللي قاعد يلعب فيه، شفت المباراة، في مباراة الوحدة برضو فرص كثيرة، 26 كم فرصة تقريبا، كم تسديدة، بس كل الأشياء هذه يبغى لها شخص على خط الدكة هو اللي يحرك اللاعبين.
أنا متأكد أن اللاعبين كلها يعني ممكن في لاعب ما يدري وين يركض فيه، هو قاعد يغير نفسه بنفسه. هي خبرة لاعبين وخبرات سابقة من المدرب السابق، ولكن هذه الأخطاء هي اللي تدمر الفرق وترجع المربع الأول كثير. أنا ما نبي أتكلم على النصر على فكرة الموسم هذا ولا موسم اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله. التحدي الآن هي السيطرة على منهجية من يدير المنظومة النصروية. هذا هو التحدي، المنهجية. أنت عندك جميع الأدوات، مي بالقضية قضية شعارات، ولا هي بالقضية قضية والله إذا خسر الفريق الكل قفز. ولما رجع الأمل في مباراة اليوم الكل رجع. ولما لا يا حبيبي قلبي، هي شعارات ترفع، هي هي الإدارة عمل، الإدارة خطط، الإدارة مؤمن بالخطة هذه، الإدارة تقول وش بسوي بعد 4 سنين. أنا عارف إني بخفق السنة دي ولكني بجالس أبني. أنا بالنسبة لي من الناس اللي في بداية العمل استجلاب أجانب بدون كسر عقودهم، الشغل القانوني على أعلى مستوى، المدرب كبير، استعداد وجالس تشتغل بثلاث لاعبين أجانب، خسرت لاعبين أجانب جوا الموسم وقاعد تشتغل وتنافس، أنت جالس تلعب. يعني أنت لما يقول والله أنه لا يفوز على الفرق الكبيرة، أنا مستعد أقول أنه لا يخسر من الفرق الكبيرة، بس غيرت الجملة بس وصارت ميزة، مع أن ترى سانتو خسر من الهلال، ولكن زي ما يقولنا إحنا الإيمان بالعمل. لذلك اللي قاعد يصير في النصر أنا أتمنى بصراحة يعني القضية مو قضية هد، يعني بالقضية قضية يعني مروا بتجارب كثيرة، يعني استقروا بس، يعني حاولوا تستقرون بس، أو حاولوا تؤمنون أن الآخر هذا هو الصح، صدقه ولو مرة، يعني مو بنت الصح. أنت لو تجي الآن قبل فترة في ناس انقلبت على آراها، أنا عادي عنده يعني انقلبت على آراها وزي ما يقولوا ولا يرمش وكأنه داخل بصدرك كذا، كأنه وش العمل هذا؟ أنت من الناس اللي معول بأي مساهمة، وأنت من الناس اللي تركت هذا، وأنت من الناس اللي ما يعني ما وقفت في 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 ظهر المدرب. لذلك المدرب لما تجي الجارس الآن وتقول له المنظو خلينا نقول المصطلح اللي كره جبان، طب جبان باللاعبين اللي عنده وبقلة الأجانب اللي عنده وبالأفراد اللي عنده وبالأشياء اللي، ومع ذلك وصلك جارس ينافس. ولكن الآن تجي المدرب زي ما يقولون كرة القدم يبغى يحط تشكيلة، كرة القدم وين شغل 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 كبير جدا، ولا هي في وسط المباراة، هي بعد ما تنتهي المباراة نقعد نتكلم، لا كرة القدم هي اللي قبل هي كرة، ويساعدني فيها حاتم كرة القدم الشغل اللي قبل المباراة أساسا، أما إنك تجي بعد المباراة كل اللي يبدأ يتكلم وكل اللي يبدأ بدلوة ويقول ليش هذا ما ابتسم، ليش هذا ضحك، ليش هذا سوى كذا، وليش كل الأشياء هذه أصلا مع الفوز تنتهي. ولكن أنت تبغى فريق ينافس، لذلك أنت إذا تبغى تنافس يا نادي النصر الاستقرار، الانسجام، تجيب مدرب يقول السيد. بقول لكم سالفة، تتذكرون مباراة أبها على الكاس اللي انتهت 3 دقيقة 80 جا غارسيا وش سوى؟ طلع الدون دقيقة 80 طلعه، الكل يقول الله يستر لا يزعل، بس غارسيا قاعد يرسل رسالة سواء للدون أو حتى للجمهور أو حتى للإدارة، قاعد يقول أنا السيد هنا وقراراتي هي اللي بتمشي وأنا اللي متحكم في غرفة الملابس، ويقولها للناس كلها هذولي كل الموجودين هذولي. فلذلك أنت تحتاج لمدرب، مشكلتنا إحنا نبغى مدرب، ولكن إذا دخلنا في المعمعة إذا فزت تب تدخل تتقدم الصفوف تحط التاتش حقك ثم تنكب العالم، وإذا خسرت لا بتدور أي واحد تحطها تظهره. طيب بقي 4 مباريات للنصر بنايف الحين، وش المتوقع منه؟ وش اللي مفترض انه يصير من عمل؟ والله شوف يعني انا المدرب ابعده على جنب بصراحه، المدرب انا ابغى لاعبين الخبره، عرفت؟ يتم الاجتماع معهم زي ما يقولون، يقول لهم احنا نفذنا لكم اللي تبغون، احنا جبنا انتم العام كنتوا تقولون نبغى مدرب كبير جبناه لكم، والسنه اذا جيت وقلتوا انصحت الاقاويل ما نبغى المدرب هذا حطمنا، طيب انتم الان وش تبغون؟ طيب يعني انتم على الاقل يعني انتم الان في مرمى الهدف، انتم وش ممكن تقدمون؟ المباراه اللي قاعد يصير اليوم الهدف تبع الخليج هذا يمثل نموذج للفوضى الفنيه، ماسكه فابيو ويدور، لا والتمريره من وين؟ من المدافع لجامي، لجامي العب لعبك، لا تقعد تقوم بادوار ناس غيرك، لا تقعد تقوم، انت مدافع
تجي توصل خط النص تبغى تحط ليش والله اربع خطوط هذه وش فايدتها هذه اللي عندك ولما ترتد تبقى انت. لذلك لما فابيو مشى ودخل في النص ضيق عليه ولعبها كذا لعبه واحد يائس ثم جاك ودخل اللاعب هو برغبه من عنده لاعب الخليج ومررها لفابيو. شفت اللي قاعد يصير في نموذج المباراه كله لما اقول لك فوضى ولا في ترابط ولا في انسجام ولا في تواصل بين اللاعبين ومساء هذا الهدف هذه مثل هذه كلها. لذلك النصر الان اذا حقق المركز الثاني وواصل انا اعتبرها بصراحه انجاز ومعجزه. طيب عبد العزيز خلينا نشوف للطرف الاخر اللي هو الخليج. سمت بدرو ان نتائجه ما تظهر الا مع نهايه موسم. نوفق وجلس مع الخليج وهو مدرب كبير وحقق مع التعاون شيء كبير. اليوم النقطه هذه تعزز أكيد ما تبعد كثير لكنها تعزز الثقة بالنفس. اليوم هو بينه وبين العدالة فرق مباراة. اليوم شفنا أن فريقه يعني حتى لعيبة اللاعب البرازيلي اللي كان مش مطلوب منه أنه يجلس أو يعمل له مخالصة شفناه اليوم نجم والمباراة الماضية نجم وتغيرت الأدوار. شوف فيه طرح يمكن الأسبوع اللي راحه واللي قبله أن مشكلة الفرق الصاعدة أنها ما تأخذ المبالغ المالية إلا بعد بداية الموسم فما تقدر تجهز الفريق. فيبدو لي أن الخليج واحد من الفرق اللي عانت من الشيء هذا بحكم أنه صاعد فما تحسن إلا مع الشتوية لما غير يمكن 4 أو 5 لعيبة في الشتوية. بدرو ما حد يختلف على كفاءته ونجاحه الفني مع التعاون، أدى موسم تاريخي للتعاون وإن كان التعاون يختلف الحديث التعاون فيه أشياء كثيرة تساعد أي مدرب على النجاح فما هو مقياس، ولكن بدرو أدى مع التعاون موسم ممتاز. إن استطاع أن يبقى بالخليج السنة هذه أنا أشوف أنه بيكون أدى يعني موسم جيد. أتمنى أنه يمدد معه الخليج أو أن يبقى في الدوري السعودي لأنه مدرب يعني له بصمته ومتى ما توفرت له جميع الإمكانيات نجد منه ما نجد. اليوم الخليج قبل المباراة أتوقع أن لو قلت لأي واحد من الخليج قبل المباراة يقول لي يا رجل نقطة والحمد لله، لكن بعد المباراة تلقاه يقول يا ليتنا فايزين كنا نقدر. شفت المباراة الهدف اللي تفضل فيه أبو نايف يعني الون تو لما تلعب ون تو مع زميلك عشان تضرب فيها لاعب، اليوم انضربوا سبعة لعيبة. أنا شوف أعيد اللقطة وشوفها 7 من لعيبة النصر موجودين ولعبوا وانتوا واجه الحارس. فيه كذا كرة زي ما تفضل فيها أبو أميرة اللي هي الخروج الكرة من السناترة وروحتها لنص الملعب كانهم في التمرين. أنا أقول في تمرين الخليج يجد صعوبة في إخراج الكرة إلى نص الملعب أكثر من مباراة النصر اليوم. مع كل كامل الاحترام والتقدير للنصر ككيان ولكن اليوم ما كان يعني مجهودات لعيبه حماس لعيبه مثل ما تفضل الشباب ما فيه لمسه فنيه وتدريبيه الكل متحمس ولكن بدون يعني ترتيب. اذا بتكلم في السابق كان في الاعلام يعني كنا نقول ان الاهلي هو اكثر فريق يفقد مكتسباته بسرعه كنا نردد هذه الكلمة وكانت تتردد في الإعلام ليش الأهلي هو أكثر فريق يفقد مكتسباته. اليوم النصر تتكرر فيه نفس الصورة. لك أن تتخيل أن فريق يحقق الدوري في 2019 بمدرب عظيم اللي هو فيتوريا وبعدها يلعب اللي هو موسم 20 يلعب موسم جيد صح أنه ما أخذ لكن كان فريق له شخصية فريق هو الأكثر استحواذا الأكثر. اليوم الفريق هذا كامل ما فيه إلا سلطان غنام. تخيل يعني كل اللعيبه اللي كانوا اساسيين في 2019 ما بقى منهم الا سلطان غنام. فالتفريط السهل بمكتسباتك مستحيل ان يكون يخليك فريق عميق يخليك فريق تحقق بطولات وتواصل في البطولات. اليوم عشان انا دائما احب اضرب امثله شوف الهلال وشوف الاتحاد. الهلال جزء من فريقه هذا من 2014 صحيح. الاتحاد فريق هذا اللي قاعد يلعب وإن كان نونو له دور كبير ولكن جزء كبير من اللعيبة هذولي من 3-4 سنوات قاعدين الفريق قاعد يتكون. مسألة أني كل سنة ببدأ بسبعة جدد وببدأ بثمانية جدد وغير وشيل وحط ما يكون عندك عمق ما يكون عندك هوية.
فصعب انك ممكن تجيب بطوله لكن صعب انك تستمر في المنافسه وتستمر في تحقيق البطولات. اقول انا مبروك للخليج النقطه، واضح انه رايح للبقاء في دوري روشن. النصر حتى المحافظه على المركز الثاني اشوف انها بعيده في ظل الاوضاع اللي انا قاعد اشوفها، يعني اذا وصل ثالث اذا وصل رابع او ثالث هذا حده. ترى كل شوي بالخليج بيبقى يلمح لك. إيه لمح لمح، بس انا حق في نقطه يعني يمكن في فاصل، لكن كلام بنايف وهذا الاعلام النصراوي يعني اعلام الانديه بشكل عام عشان ما اركز. الناقد الصادق هو من يشخص الواقع، لا يكسب فلان ولا يكسب متابعين ولا لا، شخص الواقع اللي قدامه. فالنصر بحاجه الى مثل ابو نايف يقول لك هذه خارطة الطريق، هو ما صعبها، يقول استقروا. النصر ما يحتاج اجتماعات وشرفيين يجون 70 وبعد، لا لا، جهاز تدريبي اطلعوا منها يا جماعه. يا نصر والله العظيم كل سنه مدرب وشيل ومدربين شيل، ليش؟ جهاز تدريبي متمكن واعطيه ثقه. يا اخي انتم لا انتم لعيبه سابقين، لا وش عرفكم؟ جوب اللاعبين السابقين ابو تركي كره القدم اليوم تتغير بسرعه، حتى اللاعب السابق بعض المرات ترى يورط. نعم، فالنصر بحاجه الى استقرار، قالها ابو نايف. هذه رساله توجه لمسير النصر، والله حتى مسير النصر للاسف صاروا من اكثر من يعيق مسيره النصر. انا بحاجه الى فاصل ثم نتكلم بالبقاء النهائي. اهلا بكم من جديد متابعينا. ثالث مباريات هذا المساء، جمعة العداله بالوحده الذي يستعد لنهائي كاس خادم الحرمين الشريفين، وفي الدقائق الاخيره استطاع الوحده ان يكسب الثلاث نقاط، يرتاح قليلا في جدول الترتيب في ضمان مرحله البقاء، ويبقي العداله على نقاطه السابقه وعلى وضعه الصعب. نتابع وياكم تفاصيل المباراه في التقرير القادم. ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، استضاف العدالة نظيره الوحدة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء. الضيوف وفيصل فجر من ركلة ركنية لعبها ذكية، ولكن الحارس ميلان يبعدها. والوحدة أيضا يبحث عن التقدم، هذه المرة حمد الجيزاني من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة فوق المرمى، وأيضا فيصل فجر بذات الطريقة من ضربة ركنية وميلان يبعدها ببراءة. العدالة يسجل هدف عن طريق مهاجمه بوريس، ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل. قبل نهاية الشوط الأول، فيصل فجر يضرب دفاعات العدالة بتمريرة ساحرة داخل منطقة الجزاء للمنفرد عبد الكريم يودا الذي يضعها في الشباك، وهدف أول للوحدة. الله للفرنسي عبد الكريم يودا، نعم يأتي بالهدف الأول لمصلحة فريق الوحدة قبل انتهاء لقاء الشوط الأول. أي تمريرة ضرب فيها خط دفاع فيصل فجر وحول الكرة بشكل جميل للفرنسي عبد الكريم يودا، يلعب الكرة بالمرمى ويسجل أول. وفي الشوط الثاني الوحدة يبحث عن التعزيز، وتمريرة أنسلمو لعبد العزيز نور الذي ينفرد، ولكن الحارس ميلان يبعدها. وفي كرة دراماتيكية للعدالة، رأسية جوديل تتصدى لها العارضة فمنير يبعدها، ورأسية جوديل مرة أخرى ولكن في الشباك، هدف التعديل للعدالة. هدف التعادل، هدف التعادل، نعم العدالة يعود في المباراة، نحن الاستدامة. يا جمالا يا جمالا أنا فارس الواحة، هذه كرة عرضية ملعوبة بالراس، مرة ثانية خذها، مرة ثانية تعود بالراس تتحول جول، وهي بالجول. مرة ثانية ليناردو أليس أمام تصديات منير محمد. العدالة يتحصل على خطأ وتسديدة تاليتش يبعدها منير ببراءة. قبل نهاية اللقاء
عبد العزيز نور في مجهود فردي من منتصف الملعب يتوغل ويتجاوز وينفرد ويسدد والهدف، ولكن الحكم الحربي يلغي الهدف الرائع بعد العودة للفار. قبل نهاية اللقاء أنسلمو بما قصية رائعة يضيف هدف الانتصار للوحدة. أنسلمو يلعبها في اللحظات الأخيرة في الدقائق الأخيرة، فرصة مكة مرة ثانية. السلام يا علي. انتهى اللقاء بانتصار الوحدة بهدفين لهدف ليرتفع رصيده للنقطة 26، بينما العدالة على رصيده السابق بإحدى وعشرين نقطة. مبروك للوحدة إدارة إدارية وفنية، للاعبين، جمهور في الملعب وتابع خلف الشاشة، هارد لك للعدالة إدارة إدارية وفنية، كذلك للاعبي الجمهور اللي في الملعب وتابع خلف الشاشة. مبروك يا أبو أميرة. الله يبارك فيك ويسعدك إن شاء الله، جزيل الشكر، الله يكرمك. أول شيء بس بشكر أبو عبد العزيز على نقطة سريعة، يعني ثواني 10 ثواني، يعني صراحة اللي ذكرها مقارنته بالاستقرار بين النصر والاتحاد والهلال صراحة نقطة رائعة، هني عليها. يعني نجي للوحدة اليوم، من يعني فوز مهم جدا 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 للوحدة من نواحي كثيرة جدا، يعني هذه ريحت أعصاب آلاف مشجعين الوحدة وأنا منهم، أنا جيت اليوم مروق. يعني تخيل اليوم لا سمح الله لو خسر الفريق كان إيش وضع الفريق، يعني كان وضع إحنا لسه راجعين من الدرجة الأولى هذا الموسم، نرجع مرة ثانية للمشاكل هذه. يعني هذا من ناحية النقطية في الدوري، الآن فارقين 5 نقاط عن العدالة عن مراكز الهبوط، ما أقول انتهى الموضوع لكن مريحة جدا تفوز على العدالة في ملعبه وتفرق بهذه النقاط، جدا مريحة. النقطة الثانية عندك نهائي أغلى البطولات، كأس الملك خادم الحرمين الشريفين، لا سمح الله لو تهزمت اليوم كيف بتدخل المباراة؟ أنت خسران من ضمك، لازم حالله تكون خسران من العدالة، معنويات حتكون في الحضيض، فلهذا الفوز كان جدا مهم اليوم، 3 نقاط الراحة النفسية في الدوري، دخول نهائي الكأس الغالي بمعنويات مرتفعة، فألف مبروك للاعب الوحدة اليوم والإدارة والجمهور طبعا، 3 نقاط الكبيرة المهمة والغالية، اللعيبة الكبار يعني شوف أنا شفت المباراة الشوط الأول الوحدة كانوا أفضل نسبيا، الشوط الثاني العدالة تحسن كثيرا، يعني تفوق على الوحدة في فترات كبيرة، لكن واضح جدا انه في حرص وحداوي على الخروج من نقاط المباراة، خاصة من كبار اللاعبين انسلمو، فيصل فجر، باخشوين، علاء حجي. جميل. فبرافو لجميع اللاعبين، الف مبروك الوحدة وهارد لك للعدالة. سريع انا بتركي اهني الوحدة حقيقة، انا تابعت الوحدة والعدالة وكاني دياز يعني قبل النهائي مع الهلال، فريق منظم، سيارة قاعد يمشي الفريق، لكن أنا أعجب الوحدة هالمستوى، لا يعني دائما يرددها الزملاء، لو المستويات هذه تقدم بداية موسم فتشوف فيصل فجر، بالمناسبة هذا فيصل نهار مو فجر، لاعب كبير صانع لعب على المستوى، أنسلمو لعيبة، يعني بالعكس كنت من يعني أقول الهلال هيفوز على الوحدة بسهولة، لا الوحدة 50-50 على واقع الهلال الآن، والوحدة اللي شفناها اليوم يعني بالعكس، فهني الوحدة وهني فرسان مكة وإن شاء الله نهائي جميل مع الهلال. فاصل قصير ثم نكمل، تكرموا بالبقاء معنا. حياكم متابعينا، يوم غد تستكمل هذه الجولة بمباراتان، نتعرف على الوقت وكذلك المكان. تستكمل في الغد مواجهات الجولة 26 من دوري روشن السعودي، والتي تشهد مواجهتين في مقدمتها الديربي المثير بين التعاون والرائد في مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة 7 مساء. صاحب الأرض يستعد للقائه كونه يمتلك أفضلية الترتيب
حيث يتواجد في الخامس بأربعين نقطة. في المقابل يأتي الرائد في المركز الحادي عشر، جمع خلال جولاته الماضية 29 علامة. فنياً يتطلع شاموسكا لمواصلة نتائجه الإيجابية منتشياً بفوزه الماضي، حيث رفع مجموع انتصاراته للرقم 11. على الجانب الآخر يسعى سومودكا لزيادة حصيلته في الفوز، حيث خرج منتصراً في 8 مباريات وتعادل في 5 وخسر 12. كل مباراة وابدى ظروفها، والتعاون الآن خطيرة، وكرة هدف ثاني، هدف ثاني للرشيدي. تفريس الانطلاقة، الرائد في مستوى ممتاز اليوم جوليو تفريس، عرضية كريم، الله الله الله. وفي ثاني المباريات يحل الفتح ضيفا على الفيحاء في مدينة المجمع الرياضية في تمام 7 مساء. البرتقالي متراجع هذا الموسم بنتائجه، حيث يحتل الترتيب 13 بإجمالي 25 نقطة. أما الفتح فهو يتقدم مضيفه بـ7 مراكز إثر حصوله على 39 نقطة في مواجهاته الماضية. على الجانب الفني يستعد رازوفيتش لمباراته رقم 26، حيث خرج سابقاً بحصيلة 6 انتصارات و7 تعادلات و12 هزيمة. في المقابل نجح دونيس في قيادة عناصره لـ 12 انتصار و3 تعادلات، فيما خسر 10 لقاءات حتى الآن. في 19 مباراة هذا وش اللي كان يسويه؟ كرة بالجهة اليمنى باتجاه السفري، عرضية، محمد لفيت، مر محمد، لعب الكرة، خذوهات، محاولة على الطرف الأيمن، مراد باتنا، والعرضية اليمين، المحاولة تسديدة، النموذجي فخر الحرسة. سريعا أبو عبد العزيز، الفيحة بكرة مهمته صعبة قدام الفتح. جدا، خاصة أن الفتح خسر آخر مباراة، فما يبغى برضه يدخل في سلسلة الهزائم. والفيحة السنة هذه ما هو زي العام، لكن يعيش تحت ضغط، لكن ما أتوقع أنه يكون مهدد بالهبوط. الديربي بكرة أبو نايف. والله شوف، على الورق تقول التعاون، ولكن في المباريات هذه لا، تحكمها تهيئة النفسية، كما الظروف اللي قاعدة تصير قبل المباراة وأثناء المباراة. مع أن التعاون الحين عنده مدرب خبير وعارف فريقه 100%، التعاون أو الرائد إشكاليته لو تسجل فيه هدف ممكن ينهار، لأنه مو مبني فنيا 100%. توقعك للديربي أبو تركي؟ منطقية زي ما قال بنايف، التعاون هو الأقرب، لكن الديربي تنافس بينهم، ولكن التعاون هو الأقرب. تفاصيل هالمباراتين إن شاء الله ستكون معكم يوم غد كالمعتاد لبرنامج كرة في 11:30. شكرا لزملائنا في حلقة اليوم، وشكر موصول لكم، تصبحون على خير.